التأمت في مقر الخارجية العراقية طاولة أمنية مشتركة تقابلت فيها بغداد وأنقرة فور وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وملحقيته الأمنية للتمهيد لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة العراقية مطلع نيسان المقبل التي تعد الأولى منذ 12 عاما. تبحث مجرياتها تنسيقا عسكريا عالي المستوى لتأمين الحدود العراقية التركية مع قرب الإعلان عن عملية عسكرية شمالي البلاد. هذه القمم مهمة جدا، نحن والأتراك لابد أن نصل إلى حد أن نحفظ سيادة العراق وأن نمنع أيضا التدخلات في الشأن الداخلي التركي. يجب أن يكون هناك تنسيق داخلي على كل المستويات بين كل القوى الأمنية والسياسية والعسكرية لكي نمنع أي تدخل في الشأن التركي الداخلي، وأيضا نتعاقد مع الأتراك أن لا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية لصالح أي جهة من الجهات. للزيارة وجه اقتصادي يتمثل بتقوية أواصر التعاون الأمني المشترك لإنجاح مشروع طريق التنمية الذي يمثل للجارين خطوة استراتيجية ستجعل منهما ممرا عالميا ينقل البضائع والطاقة. ومنذ إعلانه في العام الماضي ارتكزت جميع المباحثات بين الجانبين على أساس توفير البيئة المناسبة لتحقيقه. الانفتاح الاقتصادي الكبير بين العراق وتركيا عبر طريق التنمية الحيوية الاستراتيجي الذي سيغير خارطة المنطقة التجارية والذي ستستفيد منها تركيا والعراق على حد سواء كان أرضية صلبة لانطلاق محادثات لحسم كل القضايا الخلافية، منها ملف تصدير النفط عبر الأراضي التركية وكذلك أيضا موضوع حكم المحكمة التجارية في باريس للعراق بغرامات على تركيا، أيضا تنسيق العلاقة بين تركيا والإقليم فيما يخص ملف تصدير النفط بالعودة إلى الحكومة الاتحادية. هاي كلها ملفات ستبحث على الطاولة إضافة إلى ملف المياه الذي يعتبر ملف حيوي استراتيجي. ويسعى الجانبان إلى تصفير الملفات العالقة قدر الإمكان التي تبدأ بمكافحة الإرهاب وقضية المياه التي تشكل ضاغطا كبيرا على بغداد، وتنتهي بتوسعة آفاق الشراكة الاقتصادية عن طريق عقد القمم والحوارات الثنائية. على الحديد قناة الفلوجة بغداد.